حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينتجهم من كل ظالم. احنا في اخر بهدله واخر مرمطه من جيراننا، عايزين يطلعونا من البيت، عايزين يستولوا عليه باي طريقه. احنا ما عدناش عارفين نعمل ايه، بيقفلوا لنا الطريق، بيربوا لنا البهايم قدام البيت، بيرموا لنا اي حاجه في السكه، بيقفلوا الطريق ما بنعرفش نمشي وما بنتكلم، بيتهجموا علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتجم منهم. وقدمنا شكاوى في جميع الجهات. مساء الخير متابعي موقع بصراحه، معاكم اسماء مصطفى مراسله محافظه الشرقيه، موجودين مع حضراتكم في واقعة جديدة. الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام وصى على سابع جار. للأسف الحالة اللي حضراتكم هتشوفوها معايا غير كده تماما. مدامها اللي حضراتكم شايفينها، الجيران اتعدوا عليها وضربوها هي وولادها علشان ياخدوا بيتهم منهم. للأسف اتعدوا عليهم بطريقة وحشية، وكمان يعني أحدثوا ليها إصابات، ويمكن هي عاملة محضر وعاملة تقرير طبي بحالتها، وكل ده طمعانين في البيت اللي هي قاعدة فيه. كمان جابوا يعني أبقار وحطوها قدام مواشي قدام الباب عندهم علشان يعني يطفشوها من البيت كده زي ما بنقول بالبلدي. احنا موجودين دلوقتي مع مدامها عشان نشوف طلباتها ايه، وهي طبعا يعني بتطلب استغاثة، هي مش عارفة تعمل ايه، عايزة حد يعني بتكلم اي حد من المسؤولين علشان حد ينقذها من اللي هي فيه. عرفينا بنفسك يا فندم. مها الشحات من ميت ابو عربي مركز الزلازل. احنا جيراننا جيران بالمعلف، معلف مفتوح، ارض زراعيه 3 جرات مبورينها وعاملينها معلف. كانوا بيربطوا الاول بعيد عننا بشويه، الدنيا كانت ماشيه ما بيؤذوناش ولا بنأذيهم. بداوا كل ما كان لهم كذا مكان تاني رابطين فيه، بس كانوا في وسط المباني، فالناس كانت بتشتكيهم بتعمل لهم مشاكل، فكانوا بيشلوهم من هناك. كل ما حد يشتكيهم يجيبوا المواشي التانية يحطوها عليه. بدأ المكان كله مواشي، المواشي ليل نهار قدام البيت، يعني بالليل تفتح الباب تطلع تلاقي قدام البيت مواشي، بالنهار تلاقي قدام البيت مواشي. ولا ست مريضة، أنا مريضة سرطان باخد علاج موجه اللي هو السماوي حبوب. ربنا يشفيك ويعافيك. العلاج الموجه طبعا نفسي بنكتم، مناعتي ضعيفة، كل يوم والتاني تعبانة. قولي لي يا مدام كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان ياخدوا البيت؟ عايزين يطفشوا، مش هم مش عايزين أساسا. حتى لما بنطلع نقعد مثلا شوية على أساس إحنا فلاحين، ما بنروحش لحد بيتنا، ما فيش جيران غير هم، جيران القرابين منا في أول الشارع بعيد عننا. ما بنطلع مثلا آخر النهار بنقعد شوية قدام البيت على السلم بتاع، مش عايزيننا نقعد ولا نشوف بهايم. طب ما انتوا حاطينهم لنا، طب احنا نعمل ايه؟ نروح فين؟ تعدوا عليك ازاي بقى؟ قولي لي. تهجموا علينا كذا مرة. أول مرة كانوا بالليل وجايبين شرب اللي هو ايه الردم اللي بيحطوه تحت البهايم، بيطربوا تحتهم، عايزين يحطوه لنا في الشارع. طب احنا نمشي ازاي لو توك توك ماشي بيا ما بيعرفش يمشي؟ وقفنا لهم مش هتحطوا، واحنا هنمشي ازاي؟ اتهجموا علينا واتصلوا بالولاد اللي في البلد، بيتهم في البلد، اللي جايب سنجة واللي جايب شومه، وجايين يتهجموا علينا. من بنتي خلط لها خبطه، بنتي طلعت بتلم لها بنت وولد، طلعت بتجيب ولادها وهي واخداهم وراجعه، خلت لها خبطه في راسها من هنا 12 غرزه. طيب احد المتابعين معانا بيقول لك انت مش معاكي اوراق ومستندات مفروض بالبيت ده، حاجات بتثبت ان ده بيتك؟ ما هو بيتي ومطلعه رخصه، هم راحوا اشتكونا في الوحده المحليه، جالنا موظف فين البيت ده فيه رخصه، طلع رخصه، وكان حتى معمول له كمان مخالفه شروط الرخصه ومخلصينها والدنيا تمام، ما سبكوش فينا. هم عايزين يطفشونا عشان ياخدوا البيت. هم بقالكوا قد ايه في المشاكل دي؟ احنا بقالنا حوالي كده سنتين. طيب بما انك انت حضرتك بلد ارياف، مفروض يبقى في عمده او في كبار في البلد، ليه ما حاولتوش تحلوا الموضوع؟ اتعمل قاعده عرفيه بعد اول خناجه، لما بنتي رحنا، على ما رحنا بها مش عارفين نروح بها فين، نروح بها المستشفى، نروح بها المركز، على ما رحنا بها المستشفى وطلعنا رحنا بها المركز، كانوا هم عوروا نفسهم. انا اساسا بيتي ما فيهوش غير انا وجوزي وابني، بنتي كانت ما عندناش يعني عدد في البيت، هم ما شاء الله هم عدد يعني.
على ما رحنا كان هم خبطوا بعض وسبقونا على الوحده النقطه بتاعت ام الزين اقرب، لان انا بنتي كانت متعوره بجد ما كناش عارفين نروح بها فين. راح عملوا محضر على ما احنا رحنا، اخدوا ابني وبنتي، قالوا انتوا معمول اصلا فيكم محضر، والبنت فين وفين على ما طلعوها اتخيطت، وفين وفين على ما عملوا لها محضر تاني. وفي الجم في النيابه قالوا احنا عايزين الصالح عشان اختك يا احمد هتتبهدل، وهيدونا اربع ايام تاني وهتتبهدل، عايزين الصالح وهنطلع نعمل قاعده عرفيه. طبعا ولادي صغيرين، ما ده ابني 20 سنه، فخاف على اخته واتصالح معاهم في النيابه، عملنا قاعده عرفيه. كل اللي كان في القاعده طلعوا لنا احنا الحج، ولسه هينطقوا بالحكم. اول كلمه قالوها اولا ده بيت شرعا له شارع وقانونا ولهم حق في الشارع ان هم يمشوا، وراحوا مفضيين القاعده، انتوا بتطبخينها سوا، انتوا مش عارفه ايه، وراحوا عاملينه الليله وراحوا فاضيين القاعده كده. خلاص بقى محدش ولا خد حق ولا باطل، ضرب بنتي وخبطها وبهدلتنا، خلاص كده راحت علينا والدنيا خلصت والعمده ما شاء الله. يعني ما قولي لي يا مدام مها، يعني كل المشكله دي كلها ان هم طمعانين في البيت وفي في بيتكم؟ ايوه، عشان يعملوا الارض كلها معلف ومحدش يتطلع. يعني جنب البيت عندك في معلف بتاعهم هم، فعايزين ياخدوا البيت علشان يهدوه يبقى لا لا لا، احنا بيتنا مبني لسه بانيينه 2008، يعني عايزين يضموه للمعلف بتاعهم. ايوه، عايزين بكل حاجه بتاعتهم، مش عايزين حد في الشارع. حضرتك عملتي طبعا محاضر بالكلام ده؟ عملنا محاضر، عملنا شكاوي كتير خالص في البيئه. كل ما نعمل شكوى يحفظوها، اقول لك احسن من ايه، ده كان في شكوى قبلها بيوم في مكان تاني، فلا فانت كده شكوى. انتوا اتعدوا عليكم كم مره؟ دي مش اول مره يتعدوا عليكم فيها؟ لا لا لا، ده ثلاث مرات. اول مره لما تهجموا علينا بالليل بالسناش، تاني مره تهجموا على جوزي عشان برضه عايز حد فلح نخل قدام البيت في الشارع، فوقف لهم اتهجموا عليه وضربوه، جات له خبطه في رجله عملت جرح قطعي، رحنا عملنا بها محضر وتحدد لها جلسه. وبعديها تاني مخليني في البيت وبيحطوا برضه حاجات تانيه ومش عارفين نعدي. اتهجموا علينا برضه، اتهجموا عليا، كنت انا وسلفتي قاعدين في البيت على السلم زي ما احنا قاعدين، ومش عايزين حد يقعد في البيت ولا حد يقعد على السلم. اتهجموا علينا وبهدلوني، وطلعت عملت برضو محضر وتقرير طبي. ولاد احنا ما بيهمناش حد، ما بيهمناش حكومه، لا احنا في بلد قانون طبعا. قولي لي طلباتك ايه مدامها قبل ما اختم معاكي؟ طلباتي عايزه اخد حقي، عايزه اقعد في بيتي زي كل الناس ما عايشه. حددوكي بالقتل فعلا؟ ايوه، بيقول لي واحد منهم بيقول لي وانا انت لو ما عدتيش تقعدي ساكته ومش عارفه لو ما سكتيش وقعدتي ساكته ما مالكيش اللي يتحطي مالكيش دعوه، انت تمشي ساكته يا اما هشوفك نصين. احنا ما بيهم احنا، فبقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لي احنا بيهمناش ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. مرتين اتنين. استغفر الله والله العظيم، ربنا ينتقم منه. احنا ما بيهمناش ربنا، ولا احنا ما بيهمناش حكومه، ولا بيهمنا سجن. احنا مطلعين فدانين لا للي هيتسجنوا وفدانين للي هيموت. لا احنا في بلد قانون طبعا يا مدام مها، وان شاء الله حقك يرجع لك باذن الله. انا عايزه اعيش في بيتي زي كل الناس مرتاحه، وعايزه اطلع من بيتي امشي زي كل الناس في شارع مرتاحه، وما حدش يتهجم عليا واخد حقي. ان شاء الله احنا اتبهدلنا وانضربنا، عايزه اخد حقي. زي ما حضراتكم يعني تابعتوا معانا، مدام مها الجيران اتعدوا عليها وضربوها هي وبنتها، عايزين ياخدوا بيتهم منهم. هي بتستغيث يعني بالمسؤولين ومدير امن الشرقيه، عايزه حد ينقذها من جيرانها. والست المستشار العسكري احنا هنروح له ونقدم شكوى برضه. انا لوزي ظابط معاش. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله حقك يرجع لك باذن الله يا مدام. معاكم أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية من موقع بصراحة.